تطلع منها. إذا ما تحكي إذا ما هن عم بيحكوا لنا مشاكل ما بيعم بيقولوا إذا هي غلط ولا هو غلط. تقلبي الصفحة وتعيشي حياتك ورح تعيشي مبسوطة أكثر من إنه هالاكتئاب اللي أنت هلا فيه لأنه هو بيستاهل. لا لا حياتي شنو الحج؟ اذكر انه هي ما عندها سيلف كونفيدنس. اكثر وحده عندها سيلف كونفيدنس هي ابي. لو ما كان عندي سيلف كونفيدنس والله ما راح خليك تنزل عمار فاير على اوه. هلا والله بالعمار الضلع. هلا بزياد الضلع واهلا بكم يا احلى متابعين بالدنيا. اغلى متابعين والله. اغلى متابعين زياد. ايه تفضل. شعدنا على المنيو اليوم. المنيو ده نخطط خطة جهنمية بصراحة. بأنه قلنا لزير قنعناها بأنه تقول للمتابعين إذا عندهم مشاكل قدرين تحليها إلهم خلي يقولوا لك إياها وانتي انطيهم اقتراحاتك وحليهم طريقتك وشنو المناسبة. صح يا جماعة انتم تعرفون انه عندنا هاي الفقرة انا وريم نسويها نحل مشاكل المتابعين. فاحنا ايش قلنا لها زين ليش ما انت تجربين تحطين هذا ونسوي فيديو على اليوتيوب عندنا على قناتنا احنا. فهي اللي ما تعرفه انه اني وزياد وريم متفقين. احنا متفقين انه كل جواب تحاول تساعد المتابع به بمشكلته ايش راح نسوي زياد؟ احنا نقول العكس. نقول احنا ما نتفق ويا زيد. احنا راينا يختلف. والله رايي اني اخالف زيد. فاحنا بعد نخبط. فكل اللي راح نحاول نسوي انه نستفزها. يعني مثلا اذا هي تحل المشكله حتى لو الطريقه صح راح نقول لا 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 عكسة. احنا عكسه ونتفق كلنا على شيء. وهي زيل عباره عن بارود فبالاخير راح تنفجر ونشوف رد فعل كلش حلوه. فجماعه لا تنسون تشتركون بالقناه تحطون لايك وتتابعون زيل وزياد على قناتهم. حبيبي حبيباتي قليباتي اهلا بيكم يا جماعه. مثل ما شايفين سبحنا غيرنا النفسيه. شنو فوق النخل فوق النخل. عندنا مشكلة صغيرة انه زيل ما حاطة ميك اب وخافصتنا انه انا اكون ورا الكاميرا انتوا احكوا اني ما ضابط شكل. وهسه تسمعوها تقول ما راح اطلع هيك ما راح اطلع هيك. شوفي المنظر هاش طلع شبح. الشغل وياك. هاي ريم هنا. انا عندي بودرة. هاي مرتي الحلوة اللي تجنن بنت الجيرة. انصدمت وياكم يا جماعة. كم واحد اذا انت واحد من اللي انهزموا وبس شفت هذا المقطع اكتب بالتعليقات. وهاي الامورة هم سبحت الامول الحلو يا افرني. شنو هالجمال يابا؟ هذا الجمال شنو زياد عراقي لو لبناني؟ انت قول. هذا عراقي. لك عراقي لك فجوة 100%. لا هذا اكون صريح وياك هذا جمال ميكس عراقي ولبناني يعني. فانا راضي 50-50 راضين. المهم زياد هنا انت جاهز؟ جاهز 100%. هلا والله جاهز تحل مشاكل العالم 100%. ريم جاهزه تحلين مشاكل العالم؟ I am ready. اوكي ليتس جو. يا احلى جماعه صانعه المشاكل اللي المكسره التوك توك يعني. زين تفضلي. طيب عندنا ثاني شخص اللي تحل المشاكل اللي ما تسوي مشاكل وهي ريم. وعندنا زياد اللي يتحمل المشاكل اللي مصايب الدنيا فوق راسه وكل راسه بارد. واحلى حياه واحلى حياه ما شاء الله. اوكي نبلش باول سؤال. هاي زيل هاي يلا اول سؤال. بدي اشتري بيت بكندا بس المشكله ما بعرف من وين بدي اجيب حقه. شنو انت رايك؟ انت شنو الحل الى يعني برايك؟ انت جيبي شيء لتقدر تجاوبي عليه. ايه انت جاوبي بالاول. لا احنا نعطي اراءنا. بتكون فاني انسر. لا 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 جاوبي جاوبي. بتحلين مشاكل العالم. بتحلين مشاكل العالم. هيدي وحده يعني شو نعملها؟ جيبي لا يعني انه نو حرام. هي كمان يمكن عن جد عم تحكي انه الواحد يشتغل على حاله. اشتغلي صبح مساء حتى فيك تشتري بيت بكندا. وهلا حتى اللي عم يشتغل صبح ومساء كثير صعب انه يشتري بيت بكندا لانه الاسعار طالعين لفوق. انتوا حابين تقولوا شيء؟ جوابك ما هالقد وياه لان واحد يبلش بمكان اصغر يعني بدل الفيلا يشتري شقه يعني. هي ما عم بتقول بيت عم بتقول بيت. ما قالت فيلا ما قالت شقه ما قالت غرفه نوم. انا ما انا فكرت قالت فيلا. بيت ما قالت ايه. فيلا بس شوفوا يعني بلشنا من اول سؤال انا وانت عم نتخانق. لا والله ما بدنا نتخانق بس دا رايي. هذا رايي. دا اقول لك بدل ما تشتري خلي تاجر اول فتره يعني كل العالم تاجر. ليش واحد يشتري وهو دا يحس انه ما عنده الامكانيه؟
جماعة والله رأيي يعني أخالف زيل لأنه هذا مو منطق ولا رأي حل هذا الشيء، لأنه اللي يشتري بيت لازم أول مرة يشتغل ويكون له ليش أنا شغلت؟ لا سمعت رأيك بكل حرية. أنت قلتي إنه يشتغل، لا قالت يشتغل. قالت يشتغل صبح ومساء، وهلا بهالأيام كثير صعب الواحد يشتري بكندا. وأنا إيش قلت؟ إيه قلت ما لا إحنا بدنا نقول خلي يأجرون أول فترة. اوكي يلا سؤال ثاني، يلا سؤال ثاني. ما اني اخالف رايك، انت بكل شيء تخالف رايي. لا زين زين اوكي خلاص. او ماي جاد ريلاكس. زين زين ايه سوري قطعناكم على الفيديو، بس عندنا خبريه كلش حلوه وراح تعجبكم، وهي جبنا غساله من مايديا. شو مستعجبك تحكي؟ مو بس اريد اقول هاي الخبريه قبل ما نبلش، انه هم اوفيشال بارتنر ويا فريقي المفضل مانشستر سيتي. فاني هاي الشغله قنعتني اكثر واكثر انه نجيب هاي الغساله اليوم. وثاني شيء ريم راح تخبركم هسه ليش وشنو مميزات هاي الغساله. Are you ready؟ يلا يلا. شايفين انه الغسالة اول شيء شكلها بجنن، وهذا الشيء بيخلي الغسالة تبين كتير حلو وين ما حطيتوها، كان بالمطبخ ولا كان بالحمام. باب تعولها كتير حلو، هو اكبر من البواب العادية اللي بتكونوا بالغسالة، بس كمان لانها كتير وسيعة بتساع 10 كيلو، وهذا يعني بتقدروا تغسلوا براد البيت، بتقدروا تغسلوا لحف تخوتي، كله بساع وما بيكون ضيق ابدا. بدي احكي شوي عن الفانكشن يلي موجودة. اول فانكشن اللي هي مكتوبه هون الشطف الاضافي، هيدا للبقع العنيده. مثلا انا عندي اولاد بيخلي انه مثلا اذا اكلوا او حيلا شيء بقعه تلزق على الملابس بشيلكم اياها. في فانكشن ثاني اسمه توربو، هي اذا انتم مستعجلين فبتحطوا هذا الفانكشن، وهذا الشيء بيخلي الغساله تشتغل اسرع بكثير بس بنفس النظافه. والتوربو مود بيقلل تقريبا 40% من وقت الغسيل. وفي شغله نحن كلنا بنعاني منها يلي بنغسل، انه لما نحط ونشغل الغساله نتذكر دائما في ملابس ثانيه. فالحلو فيها بتقدروا اذا كبستوا على الاوف 3 ثواني بتقدروا ترجع تفتحوا الباب وتحطوا ثياب يلي نسيتوه. واخر شيء بدي احكي لكم اياه قبل ما عمار يكمل، هي عندنا هون فانكشن العنايه بالبخار. مثلا اولادكم عم يلعبوا برا في كثير جراثيم طلعت بالثياب، بتحطوا الثياب على البخار قبل الدوره الاساسيه وبيروح من الجراثيم 99.99% من الجراثيم. وعمار بدي احكي لكم عن الابلكيشن. فهاي الغساله عندها مود انه تقدر تربط تليفونك بالغساله، الغساله تربطها بالواي فاي وين ما تكون. تقدر تتحكم باي مود تريد تغسل بيه. كل هذا منا، وهنا عندكم كل المودز تقدرون تشغلوها، واذا تريدون بعد مودز هذا كله بس كبسه واحده على الشاشه وتشغل المود اللي انتو حابين. والله روعة. فآخر شيء اللي بقول لكم اياه، اذا حابين هاي الغسالة وتريدون تشتروها فراح تلاقون اللينك بالديسكريبشن. ومبروك عليكم. مبروك عليكم. بالهنا. انا بدي اسال سؤال زين. ايه. لانه متابعينا بس انا بقرا. ايه. يعني اوكي. حلو. صار لي انا والمغضوب 4 سنين. من المغضوب؟ يعني جوزها. جوزها. وحبيبة. وهلا تركنا بسبب هو بيضل يضيف بنات. اوه. يعني سوشيال ميديا. ما بيهتم فيني، برايك محرز اكتئب مشان لا لا انا بصراحه خالف زيل بهالنقطه، لانه اذا هو يحبها وهي تحبه يعني لازم تحاول ترجعه. يعني لا تنطي فرصه. لحظه يعني انت مع انه يروح ويحكي ويضيف بنات؟ لا ما بده يحكي، قالت يضيف. يضيف لا يمكن يسوي لهم لايك عادي. انا عندي سناب حبيباتي قلباتي. نو نو انت شو رايك؟ شنو يجري؟ لازم تنقهرين وتتكابين على موده، لانه ايه. لا تحاول تنقذ العلاقه، ترى مو كل دقيقه انا عايفته ويلا غيره. لا تفوتوا المتابعين بالحيط بس. لا 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 نعطيهم الحل يعني. انا ضد انه يضيف بنات. برافو. طنش تعش تنتعش. زياد ما يصير انت بكل شيء اخالف يعني. لا ياكل تقدر تنطي ايه تقدر تنطي رايك، عم مو الا تقول انه اخالف زياد. عم لا يطلع الفيديو مخربط يعني. طيب. صراحه ما عند
ما عندي مشكلة غير انه ما عاد طايقة الدراسة والجامعة كلها، المفروض هالسنة اتخرج بس حرفيا ما درست ولا مادة، ما عاد عندي شغف. ما عندي شنو؟ شرف يعني لهفة للدراسة. والله انا عبال قال الشرف والله العظيم بالغلط انا سمعتها شرف. انا دا اقول هاش ليش شغف يعني لهفة اشتياق. اشتياق اوكي يلا بلشوا انتو خلوني شوف انت. لا انت بلشوا متابعينك ونرجع من ناخد اراء الكل. هلا بهالايام الدراسة كتير مهمة وما في شيء سهل بهاي الحياة، فالانسان لازم يركض ويتعب، وحتى لو ما حبيتي الدراسه جربي تحبيها حتى فيكي توصلي للي بدك اياه، لانه هون اذا ما في دراسه خلف زي عجبيكم جواه ليش قام بيعمل زين. انا اوكي انا لقيت انه البليونوريه والمليونوريه مقارين والاهم عالم اليوم بالاستثمار وبالسوشيال واغنى عالم اغنى عالم، بس حلو تكوني حلو تكوني educated. ايه بس حلو الانسان يكون مطالعة كافية مثقف حتى شو بعمل بالملايين اذا ماني مثقف. لا بيه بالمطالعة بشوف يعني واحد بعد الملايين انا مع بعد الانسان انا برأيي بعد الملايين بتبقى بتسقفك. لا ثقافة مهمة بالحياة. الثقافة راح تشتري ليش لوي فيتون؟ ليش كل ثقافة راح تشتري لك فيراري؟ ليش الثقافة؟ ليش هلا بلشوا كثير في سؤال ليش لوي فيتون واللي عم تحكي عنه هدول هن الحياة؟ الإنسان إذا ما يكون مثقف لشو لوي فيتون؟ شيلين لوي فيتون حلو واحد اثنين بس ثقافة واحد يقدر على جوجل. من أول ما تعرفت على جوزي ما بيحكوني أهله وبيكرهوني كل همهم يفرقونا، كيف برتاح؟ طلعيهم من حياتك وعيشي حياتك مع جوزك هابي فاميلي مع بعض. بس شلون؟ شلون تطلعيهم هم أهله؟ هو يشوف أهله يا اما تجرب تصلح بيناتهم بلكن غلط بيها. اذا ما زبطت تعيش مع جوزها ما تخرب بيتها كمان حدا. الغلط بيها ليش تفرقي العائله؟ ليش بلكن صعب الحلقه معكم والله. لا اوكي يعني انا زين انت متى تفكرين بدك تردين؟ اول شيء يطلع براسك بدك تردين. لازم تفكرين ما رح تنزلوا هاد هذا ما رح لا تعملوني حماره بين المتابعين. لا شوفي لا هي عندها مشكله وين انا تطلع منها. اذا ما تحكي اذا ما هن عم بيحكوا لنا مشاكل ما عم بيقولوا اذا هي غلط ولا هو غلط. لا اخذ وجهه النظر اثنيناتهم. والله مش طبيعيه. انا بحب اللي براسي بقوله واللي بقلبي على لساني. ما بفكر اعمل حالي اتكيت ولا حبيبتي لازم لا. زين لعد ليش ما جيتي؟ اذا اهله ما بيحبوني الحمد لله انا اهل. زين لعد ليش ما جيتي تريد تطلعين بدون ميك اب؟ تتوقع لك شو خص هاي العبب بقلبك؟ اه صح. اسمع اذا هي عم بتقول اهلها ما عم بيرضوا فيني شو بقول اقتلي حالك ورا اهله؟ نو حبيبي خلي هو يحكي مع اهله، اذا بدهم يدخلوا بيتك اهلا وسهلا، ما بدهم الله معهم شو بروح بركض وراهم؟ نو حبيبي لا بس يعني مو انه تقدر تتركه ماشي ما قلت تتركه لان الاهل رح يضلون ياثرون عليه. انا ما قلت تتركه هي باسلوب حلو هي تضحك على الزلمه، الزلمه عقله صغير. احكي ويا مرتك يمكن تشبي ليش عقله صغير. بدي اسوي عمليه تصغير انف بس بخاف، تنصحيني؟ انا بصراحه مع التجميل، اذا شيء بضايقك بحالك انا مع انه تعمليه بس مو تروحي اوفر، بس انه انا مع انه الانسان ما حب شيء بحاله بيغير. شوفي كنت من انا وصغير عندي عقده اريد اسوي عمليه خشم، بس لما كبرت قلت اذا انا رح اغير شغله بي فما اضطر بعدين دماغي رح يروح على غير شغلات ورح يروح على غير شغلات، فانه انت هاي بدايه انت هاي بدايه لتحف شنو يا ريتك معكي اذا في حد قلت له انا بهالحلقه هو حطوط اوكي. لا شوف لا مو دا اقول لك انت انتظري على مود وجهه النظر توصل رين دقيقه على مود انت لا تظلين تدورين شغلات يعني غيرتي خشمك بعدين رايح على غير شو غير شو غير صحيح. القناعه اهم شيء بالدنيا القناعه، بس صراحة. اذا البنت مو مقتنعه بشكلها ما هي شيء غلط شافي. اذا غيرت شيء بحالها ضد العمليات ضد العمليات لانه انت ما بدك تعمل انفك تجميل انت الوحيد ما تحكي انت عامل جسم انفك وهلا عملت اسنانك ضد العمليات صرت هلا هيدا سؤال بدي اشوف هلا الحوار بيناتنا الله زوجي رين بلا هاي الكلمات والله هي قد هيك لا مو هاي متابعين زيل يعني انت تطلعين متابعين زيل كلهم يفشرون طيب اسمع زوجي شو ما
بعمل بالبيت بيقول لي ليش انت شو عملتي هذا واجبك تعملي وديري بالك على الاولاد. اوكي انا بقول لك شو بتعملي. شو بتعملي لما بيروح على الشغل كل اليوم عادي على التليفون احكي صاحباتك ضيعي وقت ما تعملي شيء بالبيت. لا شنو ايش تقولي لك تعال طلقني لحظة انت ما دخلت خليني اعطي رايي وبعدين انت تعطي رايك. اوكي عاد تفضل. قبل ما يجي بنص ساعة قومي بلشي اشتغلي حتى لما يدخل بالبيت تكوني عم تشتغلي وتعملي حالك انه انت عم تشتغلي ما عم توقفي شغل. اطبخي نطفي سو لما يدخل بالبيت بيشوفك عم بتنطفي. دقيقة هذا احلى حل. بعدين بيقول لك حبيبتي بس يشوفك هيك بيقول حبيبتي يعني زيادة ما تروحي تعملي شغلك كل اليوم وبعدين تعدي بالليل يجي يشوفك. سوري انا يا خالفك بهاي بس سؤال لانه بلكن هي ما تسوي كل شيء كل شيء بدها تسوي بالبيت هو خطير يعني بي حرام عم بتقول للبيت لا تطبخ بي بسمعه السؤال عم بتقول انا بعمل بس مقصره بشيء ليش يجي يحكي اكيد يعني. ما يجي يحكي وياي اذا هي ما مقصره بشيء جاه معاكس قاعدين ولا عم نساعد العالم راح تفوتوهم بالحيط لا شو رايكم شو رايكم شو الحوار الحوار اني غلط دعمنا غلط هي غلط راي حكيها غلط لانه الحكي غلط المره انا برايي غلط لان هذا يصير كذب بيناتهم الرجال مو كذب فطره كمان مو كذب هيك لازم اعتقد هذا الحل المناسب. اوكي نيكست انت شو رايك هلا انا بقول عادي شو السبعه خلص شباب حسيت نفسيتها ترتاح وبعدين ان شاء الله ضلوا يحكي لا يطلع ضو القمر مثل اجي انا وياك صحيح يلا انا لا انا هاي مقوله عجبتني انا مشان سكته لانه الزلمه كثير صعب تسكته لا لازم انا بتركه يحكي زين لبعد الحيط ايه انا مش موجوده السؤال الثاني يلا انا بترتاح نفسيتي لما بخلص شغل البيت الصبح وما بقى عندي شيء. خلال سنتين قدمت كل شيء للشخص يلي حبيته وفضلته على اهلي وهلا هو وقف فجاه وتركني بعد ما عمل لي مشاكل كثير وهلا ولهلا بحبه. بتقلبي الصفحه وكثير صعب انه قلبك بقول لك قلبي الصفحه بس بتقلبي الصفحه ولازم ما يكون عندك 1% محبة له إذا هو آذيكي. بتقلبي الصفحة وتعيشي حياتك ورح تعيشي مبسوطة أكثر من إنه هالاكتئاب اللي أنت هلا فيه لأنه هو بيستاهل. حياتي شنو الحج؟ بس كنت سوى الشيء غلط عافا. الله أكبر. يعني بس يعني هو يعني شهر سنتين ويا وانطت كل شيء بلكن هذاك اليوم ما انطيتي شيء عافج. ما يصير لازم الداريه لازم استمراريه الرجال مثل الطفل داريه يا عسى اذا انا ريم ابطل اجاوبها وارد عليها اليوم كله واقعد على البلاي ستيشن ايش راح يصير بينا؟ اخالف الراي 100% خالف زلب الراي؟ اي وانت؟ انا صوتي اكيد اخالفها لان ما اعرف شو هاي الاجوبه. زين روح على غير سؤال سؤال ريم بليز. قلة ثقة بالنفس حلو. لازم الانسان بيكون واثق من حاله كثير واثق الخطوات يمشي ملكا. كيف ما بتكوني حبي حالك. هلا انا صح مرات ما بطلع قبل خمس دقائق ما رضيت اتصور هذا الفيديو نو لانه بحب اطلع مرتبه على الكاميرا هاي ما لا بس انت تقولين سيلف كونفيدنس طلعت زين انت شنو تقول نو سيلف كونفيدنت انا عندي هاي طلعت انتقدتي نفسك ايه لا حطيت كونسيلر انتقدتي نفسك يعني اذكر انه هي ما عندي سيلف كونفيدنت لا عندي بس وحده عندها سيلف كونفيدنت هي ابي لو ما كان عندي سيلف كونفيدنت ما كان طلعت هلا وقعدت لا بس انت بدك تقولي انت بدك تشوفين نفسك قدام الكاميرا قبل ما يصير انا نزلت من الدرج عم بقول لك صورني لا ما قلت صورني انا صورت اشوف نفسي قلت اريد اشوف نفسي اي ما قلت صورني لا تنسى يعني اذا انت تحكي على الثقه بالنفس على الاقل والله ما راح خليك تنسى لعمار يقطعكم على هالفيديو يقطعكم عن جد يقطعكم على عندنا سؤال الاخير عندنا بعد واحد ريم طيب يعني بتحب شخص المخلوقة وقد ما بتحبه هو عم بيستغلها يعني عم بيلعبها انه لعب ممنوع تحكي مثلا مع اهلها ممنوع تحكي مع قرايبينها ممنوع تحكي مع رفقاتها ومسكت بايدي اللي بترجع انه هي بتحبه كثير وهي عارفة انه غلط بس ما عم تقدر شو تنصح يا يا بنتي يا بنتي يا بنتي دردي خلصينا يلا يا عيني دي يلا يلا بابا يلا غاتي انت فاكر اذا زياد كان معك هيك بعلاقه قبل الزواج
كيف كان انه بيستغل حبي وما بيخليني اشوف اهلي او ما بيخليني اشوف رفقاتي. ممنوع مثلا ممنوع تلبسي، ممنوع تحطي ميك اب، ممنوع تبيني، ممنوع تسلم على رفقاتك، ممنوع تسلم على قرايبينك، ممنوع. اوكي اوكي بس بتحب هلا اي دونت كير، انا حب ما بيعني لي، انا اذا بيعمل فيني هيك بطيره، بيحرمني من اهلي. قاعد هنا يا حب يعني بطيره. اسمع اسمع بنفهم شغله، هي بتحبه ما عم فيها انت. اي دونت كير يا بنات دخيل الله، شو هالحب عم بيزلك يا بنت الحلال، عم بيزلك. لا ما مو لا مو مذلة، مو مذلة انت باي غلط. اذا انت هي، اذا انا هي وبحبه وبيعمل فيني هيك وما بيخليني احكي اهلي، لا ما بيخليني احبه. بس انت السؤال اللي هو مو منيح معي. لا السؤال اللي قبل انت قلتي انه خليه يترك اهله على المودي. لا انا ما قلت هيك عمار، انه لو يحلها بيناتهم. لا 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 انا العمى بقلبك. لا عيب، انا قلت لحظه انت لا تعرفوا يا بابا ترى مقاطعه، لا تعرفوا عارفه هي عارفه انه هذا الشيء غلط. ايه هي عارفه بس هي عم تقول ما عم بقدر. يحترمك هذا، هذا يحترمك، اذا ما يحبش مي مية بالمية، لانه يحترمك انت زياد، ما يحبش ما يدير بال عليك وما يفكر فيك بالضبط. لانه هو حتى زياد دونت بي لايك ذات، This is video عالم راح تشوفه. انت you're talking something wrong. انت ايه اني بكره بيكون عندك بنت، ايه بتخليها بيحرمك جوزك، جوزها بيحرم اذا يحبها يموت عليها. ايه اذا يحبها ايه أصبر. لا معناتها ما بيحبها اذا حرمها من اهلها. اتصور انت راشد روح انت وين انا اسمعوا خلص هات تليفوني انا بقرا التعليقات خلص خلصنا لحظه لا مسوين مقدمة احنا الثلاثة ومخلص. ايه عملتوا هيك؟ وانه نحن بدنا شو ما تعرفوا رايك من البارحة والله العظيم من البارحة. بابا ولا عرفت ولا حسيت. انت بتحس هيك سو انت عم بتخبي قصص علي يا اخي. ايه بتفكر فينا تعالج علي. ما تعرفوا رايك حدا مننا؟ ايه خجلوني بين العانة. انا جيت بدي اقول لانه صار دوري اقول انا بخالفك الراي، فجيت بدي اقول بس عاوة طلعت ما نصنش شو بدي احكي، فقلت خلص خليني ساكت. لا انت كمان استغربت فيك، يعني انت بالعاده مع رايي وهو هذا القصد. جماعه والله هذا واحد من احلى الفيديوهات، متت من الضحك. شفت زين قديش احلى فكره والله، احلى فكره اقول لك الفكره مال من احزر من الثلاثه شو الفكره منه طلع بيها عمار المشكلتي نجحت. شكرا اللي شفتوا هذا الفيديو، حطوا لايك اشتركوا بالقناة، وان شاء الله ان شاء الله بس يرجعون لدبي راح نسوي فيديوهات اكثر. تابعوهم على اليوتيوب عندهم قناة، وتابعونا على اليوتيوب همين وانستغرام، وهاي الشغلات كلها راح تكون بالديسكريبشن. تشاو. شو رايك بالفيديو؟ بدي احضره.